الآمر ضامن، أقسم لك بالله زوال الكون أهون على الله من أن تطيعه وتخسر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ونفاق فنحيينه حياة طيبة بأي مكان بأي زمان بأي عصر بأي مصر بأي ظرف، لك معاملة خاصة. شو الدليل؟ وكذلك ننجي المؤمنين، يعني بتعبير عامي أنت غالي على الله، فإنك بأعيننا، ما بيتخلى الله عنك إطلاقا بأي مكان. أقوياء بيد الله، الطغاة بيد الله، القوي بيد الله، صحتك بيد الله، كل من حولك بيد الله عز وجل. أي مدير شركة ولو ملحد، لا موظف مستقيم وأمين يعطيه غرفته الخاصة اللي فيها، الله وكيلك. مقياس المدراء مو مقياس دوام، هذا مستقيم. لو طلب رئيس الشركة ملحد وهذا اللي ماشي صح، ما ضبط ولا بمخالفة ولا بوصل غلط ولا بمبلغ دخله ما سجله، هذا بيعطيه غرفته يصلي فيها. وعندي ألف قصه،